مشاهدين ساعة مع نبال، مساء الأنوار. عبارة احنا بنشتري راجل كان موجودة زمان في الأسر بتاعتنا ليها معنى مختلف عن المعنى بتاعها دلوقتي. دلوقتي احنا بنشتري راجل بقت عاملة زي عبارة خلي يا باشا، بقت عملة بتتحول للجنيه المصري وحط صفار بقى. يا ترى احنا بقينا بنقولها لمجرد ان احنا حافظينها، ولا بنقولها علشان احنا عارفين قيمتها ومعناها الحقيقي؟ دلوقتي الشاب بيروح لأبو البنت يقعد قدامه، أول حاجة يقولها له: يا ابني احنا بنشتري راجل. الولد يا عيني يبتسم ابتسامة كلها سعادة، يقول له: طب يا عمي يلا نقرا الفاتحة. يقول له: آه طبعا هنقرا الفاتحة، بس سيدي بقى ليا طلب صغير. يقول له: اتفضل. يبدأ ينهمر عليه مجموعة من طلقات نارية مجموعها طلبات، ضرب ضرب ضرب، مفيش شتيمة. يعني احنا بقينا بنشتري راجل، ولا بقينا العبارة دي عملة بتتحول للجنيه المصري؟ عموما احنا النهارده في ساعة مع نبال موضوعنا احنا بنشتري راجل، وهيكون ضيفي اللي منورنا النهارده في ساعة مع نبال الدكتور احمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا استاذة نبال. احنا بنشتري راجل. صحيح، كل البيوت المصرية لازم تشتري راجل، كلمة ملهاش تمن. إنما الحقيقة إن كل شيء له تمن. إحنا بنشتري راجل عشان اتعودنا نقولها. إحنا بنشتري راجل عشان عايزين لبنتنا راجل بس يعمل إيه؟ يحافظ عليها، ولا يصرف عليها، ولا يخلصنا منها، ولا ياخدها ونرتاح منها؟ يعني يا دكتور، لما قلت ان عبارة احنا بنشتري راجل بقت عملة بتتحول للجنيه المصري، يطلق عليها كده بالفعل؟ احنا بنشتري راجل يعني احنا بنشتري قايمة. احنا بنشتري راجل يعني احنا بنشتري سهرة حلوة في قاعة او في نادي هنرقص ونفرح وناكل جاتو. تمام. احنا بنشتري راجل يعني احنا بنجيب حد يتحمل جزء من المسؤولية ويشيله عنا. احنا بنشتري راجل بتاع دلوقتي غير بتاع زمان. يعني اذا معنى الرجولة اختلف. مش معنى الرجولة اختلف. وانما مدى فهم الاسرة لحقيقة الاقدام والقبول على شراء النسب ودخول العيلة ديت وانه يناسبهم وياخد بنتهم اختلف. زمان كانت الناس بتقول احنا بنشتري راجل يعني عايزين راجل يتحمل مسؤولية البيت والأسرة، لكن دلوقتي يحافظ على بنتنا. لكن دلوقتي الوضع مختلف. خليني اقول لك الاول كان يبقى الوضع ايه. حد يصون بنتنا ويحافظ عليها. تمام. يراعي فيها ربنا. مش مهم هياكلها ويشربها ايه، بقدر ما يهمنا انه يعيشها امنه ومستقره وسعيده. كانوا زمان يقولوا مش مهم هياكلوا ويشربوا ايه، المهم الهنا. وكان مفهوم الهنا ده هو الاحساس بالتوافق والرضا والحب والاستقرار والتواؤم ما بين الطرفين. مش مهم عايشين ازاي. كانت زمان الستات تقول له ده انا كلها معاك بدقة. انما مقفول علينا باب ومحدش له عندنا حاجه ومطمنين ومرتاحين. دلوقتي الوضع اتغير. دلوقتي بقينا بنشتري راجل يعني بنشتري عريس هيجيب لبنتنا الشبكه اللي اتمنظر بيها قدام الجيران، ما هي مش اقل من بنت خالتها. والفرح ويعمل لنا الفرح الكويس اللي هنعزم فيه اصحابنا وقرايبنا ونتصور فيه وننزل صورنا على الانستجرام والفيسبوك.
وكمان لازم الجاتو والتورته يكون على المستوى اللي يليق بسمعتنا قدام صحابنا واهل حتتنا. بنشتري راجل يعني هيجيب ايه في القايمه، والعفش هيجيبه ازاي ومنين، ومهم جدا ان الخشب نجيبه من دمياط. احنا بنشتري راجل يعني بنشتري لنفسنا ولحياتنا ولبنتنا، حد لو في يوم من الايام حبت تسيبه ما تطلعش خسرانه. امال احنا بنشتري راجل ليه؟ يعني معنى كده ان معنى الرجوله في ميزان المجتمع دلوقتي بقى مختلف. الرجولة زي ما حضرتك قلت هي ازاي هيحافظ على بنتنا، ازاي هيصونها، ازاي هيساعدها، لكن دلوقتي الرجولة بقت معاك كام؟ بصي، هو كلامك مظبوط، بس انا مختلف معاكي في التوصيف. يعني احنا ما اقدرش اقول ان تقييم او مفهوم الرجولة كده بالنسبة للراجل، هو كده بالنسبة للأسرة، أسرة البنت. لا، ما هو احنا بنقصد مش عند الراجل، احنا مش بنقول عند الراجل. ما هو طبيعي كلامنا كله مش على مش ان الراجل هو شايف الرجولة ازاي. احنا بنتكلم ان المجتمع هو ده اللي انا اقصده، وبتحديدا الأسرة. خدي بالك حضرتك كده مش مختلف معايا بالتوصيف. هو ولذلك تلاقي ان الأسرة بتكيل بمكيالين، هي نفس الست وهو نفس الراجل، نفس الأم ونفس الأب. اللي قاعدين بيتشرطوا، وزي ما قلتي حضرتك كده احنا بنشتري راجل. ويا ابني الخفيف عليك والتقيل علينا، واللي ما تقدرش تجيبه احنا نجيبه احنا. بس في شويه طلبات وتفاصيل صغيره لازم نتكلم فيها ونتفق عليها. فتبدا الطلبات والتفاصيل. انت هتجيب شبكه قد ايه؟ هتدفع مهر ولا هتجهز انت؟ وبمناسبه المهر ولا هتجهز انت، دي جزئيه مهمه جدا وبتعمل مشاكل كبيره جدا. لو دفعت مهر اكتبه في القسيمه، عشان في العرف في المجتمع المصري من 85 سنه المصريين بيكتبوا في القسيمه 1 جنيه. ايوه، اكتب اللي دفعته كله. ولو انت اللي هتجهز يبقى اكتب في القسيمه ان 1 جنيه زائد قيمه المنقولات، عشان هتاخد منك العفش وتحبسك. طب بقى في جزئيه تانيه بقى يا دكتور، تحت بند او تحت عباره احنا بنشتري راجل. نعم. في أسر أهم حاجة عندهم إن هم يسطروا بنتهم. صحيح. فيجي الشاب إمكانياته مفيش حاجة. الجزئية دي بتتقسم لأكتر بقى من سيناريو. لإما البنت بتحبه فتقول لأبوها أنا بحبه يا بابا ومفيش غيره ومش ممكن أتجوز. أيوة بالظبط كده. فهنا يبدأوا الأهل يسهلوا الأمور. الولد معهوش حاجه خالص. ده ما بقاش موجود قوي يا استاذه نبال. نوعا ما بقى قليل جدا. لا، في موجود، نادر، في موجود، وعندي نماذج كتيره شايفاها بعيني حصل كده. هقول لك امتى بيعملوا كده، خليني اكمل بس الحكايه بتاعتي. طيب عملوا له كل حاجه. جينا لما بقى اتجوزوا بدات تحصل مشاكل من نوع خاص. هنا الراجل اتكسر عينه. يعني دلوقتي أهل مراته عاملين كل حاجة، هو هنا كراجل هيقدر يعيش المشاعر أو الكيان بتاعه الطبيعي؟ ما هو في برضو خلي بال حضرتك أسر من اللي بيشتروا راجل وبيجيبوا كل حاجة ويعملوا كل حاجة. لو الزوج اختلف مع زوجته في أي حاجة زي أي راجل وست في الدنيا بيحصل معايرة. احنا عملناك، احنا جبنا لك، انت كنت ولا حاجة، انت كنت تحلم باللي انت فيه. هنا بيحصل شرخ ووجع وألم وإحساس بعدم الكيان كراجل. حضرتك بتشوف ده ازاي؟ طيب هو كلام حضرتك مظبوط، وفعلا ده موجود، وان كان نادر حدوثه. ودايما لما بيحصل ان أسرة بتتكفل بكامل تكاليف الجواز بيبقى الأسباب ربما قد تكون غير موضوعية وغير طبيعية، غير سائدة. زي إنها بنت تكون كبرت قوي في الزواج وعايزين يجوزوها ويفرحوا بيها، وهم أو يكون في أسباب تانية إحنا ما نعرفهاش خفية تخليهم عايزين يجوزوها. وزي ما كانت بتقول سناء جميل في الفيلم، ولاد الناس الأغنياء بيتجوزوا بفلوس أهاليهم، إنما بنات الأصول بيتجوزوا بالشرف بس. فالمسألة بتختلف بحسب الأسباب والمبررات اللي دفعتهم لده. لكن موقف الراجل إيه؟
اتصور ان الموقف واحد طالما انه قادر يتعامل بمسؤوليه وبحكمه في اداره شؤون حياته. وده اللي دايما بنكلم فيه الشباب والبنات حديث الزواج في فن اداره المشكلات الزوجيه. ازاي تتعامل مع المشكلات دي؟ ازاي تقدر تواجهها وانت محافظ على كيانك وكرامتك؟ ما هو لو احنا بصينا للموضوع بزاويه مختلفه، لما يبقى هو الراجل جايب كل حاجه وزي ما بيقولوا واخدها بشنطه هدومها، يوم ما بيحصل مشاكل بيقول لها ده انا اهلك ما جابولكيش حاجه، ما ده بيحصل وموجود. ولو العكس هتقول له ده احنا جبناك بفلوسنا، ده انت قاعد في شقتي وحاجتي انا جايباك وتكرشوا بره. لكن ولاد الاصول ما بيعملوش كده، ولاد الناس ما بيعملوش كده، مهما اختلفوا ومهما حصلت مشاكل وخلافات لا هو هيقول لها كده ولا هي هتقول له كده. طب الاسر اللي خلاص بتقول احنا بنشتري راجل وتقدم كل التنازلات وتقدم كل العطاء اللي تقدر ان هي او المساعده اللي تقدر تعملها، وبعد كده الراجل ده يطلع مش كويس، يطلع مش كويس، ده وارد جدا. هل هنا نقدر نقول ان هي كانت جوازه سهله؟ ما هو في ناس كتير، ما هو اللي انا بقوله ده انا جايباه من من المجتمع، نماذج حيه موجوده قدامي، اخذت ارائهم واخذت منهم الكلام. فدلوقتي في بنات بيقولوا ان احنا اتعمل فينا كده لان احنا قلنا احنا بنشتري راجل وعشان احنا كنا جوازه سهله. اللي بيجي بلاش بيروح بلاش، واللي بيجي سهل بيضيع بالسهل. تمام. دي حاجات ما نقدرش ننكرها. في كتير من الشباب اللي ما عندوش احساس كامل بالمسؤوليه ومش قادر يقدر قيمه الجميل. ما هي المساله فيها تقدير واخلاق واصول. زي ما كنا بنتكلم عن الفقير والغني واحنا بنقول بيشتروا راجل، ما هو النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه فان لم تفعلوا تكن فتنه في الارض. اذا كان هو على خلق وعلى التزام واحترام وعلم و قادر وكفء انه يكون زوج ليها واحنا اشترينا راجل، حتى لو كنا احنا كأسرة هنتكفل باعباء مالية زيادة عنه، احنا غرضنا من ده ان احنا نشتريه ونحافظ عليه. لازم يكون الطرف التاني قادر هو كمان على تحمل مسؤولية ده، وتقدير المسؤولية هنا كامن في انه يكون فاكر للجميل، مقدر قيمة الجميل. انت عارفة انا هقول لك على حاجة. اتفضل. انا لما جيت اتجوز ورحت اشتري الشبكة، الفلوس اللي معايا ما كفتش اللي هم عايزينه. حماتي قلعت خويشه من ايديها باعتها وكملت لي. ما انساهاش، الله يرحمها. فاكر لها الجميل. لما جيت اجهز شقتي وناقص عندي حاجه حماتي راحت جابتها. ام بتشتري راجل. بنتها ما زالت موجوده معايا محافظ عليها عشان كانت بتشتري راجل. يعني حضرتك كده بتحط ايدك على نقطة مهمة جدا، ان احنا واحنا بنشتري راجل لازم ناخد ولاد الاصول. اكيد. انا ليه تركيزي كله على الراجل؟ لان هي حلقتنا كده النهاردة العنوان بتاعنا احنا بنشتري راجل. الاصل لازم يبقى من الطرفين مش من طرف واحد. أكيد. يعني لازم نعيد حساباتنا تاني في اسلوب جواز بناتنا، ويعني ايه كلمة اما نقول له كلمه احنا بنشتري راجل. صحيح. لازم هو يقدرها ويفهمها الاثنين. احنا بنشتري راجل مش كلمه بنضحك عليك وبنقولها لك عشان نوقعك في شباكنا ونصطادك ونسرب بنتنا ونخلص منها او حد يريحنا منها، ولا احنا بنقولها لك كنوع من طعم بنجر بيه رجلك عشان انت بس تحس بالامل والسعاده وتقول دول الناس طيبين، بس اول ما تقول اوكي نقول لك بس هينا شويه طلبات صغيره ونقطم وسطك. ولا احنا بنشتري راجل يعني انت تطمع فيهم وتحس ان هم هيشيلوا كل حاجه وانت داخل الجوازه دي من غير ما تدفع حاجه ببلاش. ليه الشباب دلوقتي او الرجاله بقوا بيدوروا على الجوازه الجاهزه او بمعنى اصح السهله؟ بصي، هو نتيجه التغيرات في المجتمع وتغير الفكر والاخلاق، ولا نتيجه التربيه، وكمان نتيجه ده جزء ما فيش خلاف منه، تدني المستوى الاخلاقي، لكن كمان المستوى الاقتصادي والمادي بقى صعب. زمان كانوا الشباب لما يجي يتجوز واهله يقولوا له احنا جبنا لك عروسه ويسال يقولوا اصلها بتشتغل مدرسه، يقول انا اهم شرط عندي تقعد في البيت. زمان على ايامنا. دلوقتي لو ما بتشتغلش يستنى ما يشوفوا لها شغلانه. أيوة. بيدور العريسة على الست اللي بتشتغل او البنت اللي بتشتغل، ويقول راتبها كام طبعا عشان تشيل معاه في اعباء المسؤوليه، بتقبض كام طبعا. فالمساله بقت ليها بعد مادي واقتصادي ما كانش موجود زمان. دلوقتي بيدور على زوجه او عروسه امكانياتها الماديه تقدر تشيل معاه، لان الحمل بقى تقيل. لا، المشكله مش انها تشيل،
في فئة مش عنه، في فئة من الشباب بقى يدور، أنا قصدي السؤال بقى بيدور على الجوازة السهلة الجاهزة. أنا معاكي في ده، وبيروح لكن الأصل مش ده. يبقى شايف البنت، عارف إمكانياتهم المادية، بيدخل بأسلوب معين ويتشال من A to Z. طب والله ده ناس طيبين قوي اللي بيعملوا كده. طيب الراجل ده ازاي كراجل بمعنى الرجولة انه يقبل ان اهل مراته يصرفوا عليه؟ ما هو المساعدات، معلش اسمح لي بس اقول اللي عندي كله، المساعدات لازم يبقى ليها حدود، صح ولا لا؟ المساعدات ما ننكرش ليها حدود، بس ده خلل عندهم هم قبل ما يبقى عنده. طب ما هو في ناس طيبين برضو يا دكتور احمد. مفيش، لا دول مش طيبين. لا يعني، يعني مثلا دلوقتي انا عايزه ايه غير بنتي انها تعيش بنفس المستوى بتاعها لما كانت في بيت ابوها. انا عارفه ده، هي كأم هو وكأب عارفين. هو بقى زي ابني فما فيش مشكله في لا حاجه. لا, لا لا انا لازم اعزز بنتي واغليها واجعل لها ثمن وسعر، ما تبقاش سهله ورخيصه. ولازم كمان اعرفه ان احنا بنعمل ده عشان بنتنا، وانه مردوده لبنتنا، وان احنا بنقف جنبك اكراما ليها، فيبقى فاهم ان الجميل ليها ويقدر يقدر ده ويشيله. انما لما يحس ان هم ناس سهلين وفلوسهم مرميه وملهاش قيمه وبتيجي بسهوله وببلاش، مش هيبقى فيه اي تحمل للمسؤوليه منه. وبرضه ما اقدرش اقول لك ان ده بشكل معمم موجود، في ناس طبعا كتير احنا مش بنعممها، عملت دوت وقدرت الجميل، وقدرت الجميل وشالت دوت وبتعرف ازاي تقدره. المسألة بتختلف باختلاف التربية والأخلاق والفكر. أصل كمان في جزئية تانية يا دكتور برضو، ما هو في أصل حتة إن الراجل يقبل إن أهل مراته يصرفوا عليه، ده حاجة يعني أنا ما أعتقدش بالوضع الشرقي الشرقي بتاعنا، إن يعني في مساعدات ماشي يعني، لكن إن يبقى هو يعني مش موجود خالص ونحطها تحت بند احنا بنشتري راجل. لا انا ما اعتقدش دي تبقى دي تحت بند احنا بنشتري راجل. يعني مش منطقيه كده. احنا قلنا ان احنا بنشتري راجل دي ليها اوصاف كتير، الغرض منها ربما التيسير او التسهيل او الايهام بكده، تمام، او محاوله في ان ايقاع الزبون في الفخ. انما فكره ان يبقى الموضوع ان هو ملوش وجود وان هم بيصرفوا عليه، اتصور ان المساله دي قبولها ان راجل يقبلها امر صعب. وانا شخصيا ارى انها مساله صعبه وتقيله، يمكن تختلف من راجل، في ناس بتقبل. طب دكتور احمد يعني ايه الاسر تعمل ايه في ايه في حته اختيار الزوج؟ يعني دلوقتي الشاب اللي جاي على خلق وجاي يعني انسان كويس، عنده وظيفته وعنده امكانيات محدوده، هي هتساعده صح؟ هل اللي هم بيعملوه ده صح ولا غلط؟ لا لا اكيد صح، انا متفق تماما مع ان فكره ان الاسره تساعد خطيب بنتهم او جوز بنتهم في انهم يبنوا اسره وحياه، ده تمام. صح تمام، انما مش بعد ما نبني البيت نصرف كمان عليه. فكره ان احنا نساعده في تكوين اسره وحياه وشابه في بدايه حياته ويبقى في دعم من اهله ومن اهلها لبناء البيت، ده وارد تمام. انما بعد ما البيت اتبنى وبقى موجود وقائم، انت رب هذه الاسره وانت متحمل مسؤوليتها كامله. انت بقى شيل وابقى راجل. بالظبط، ما احنا بنشتري راجل. بالظبط، انما احنا نساعدك ونبني البيت والبيت يقف وبعد كده نفضل نقول احنا بنشتري راجل ونصرف عليك، انت كده ما بقتش راجل، احنا كده جبنا حاجه تانية في البيت نربيها ممكن بعد شويه نحتاجها ونذبحها او نستفيد بيها. انما احنا بنشتري راجل معناها ان احنا هيجي يوم ونعتمد عليك انك راجل. تمام. لو مش هنعتمد عليك في المستقبل انك راجل، يبقى احنا ما اشتريناش راجل، اشترينا اي حاجه تانية. يعني هي دي النقطه اللي انا بتكلم فيها، ان في اسر كتير برضو الطلبات اللي بتطلبها من الراجل بتبقى خايفه ان بنتهم تبقى جوازه سهله، وان هو بعد كده يعني ما يعرفش قيمتها، وبنشوف ده بنسبه الخلافات الكبيره اللي بتحصل. ده حقيقي. فاحنا برضو الناس دي، انا لو جاي لي عريس لبنتي اعمل ايه؟ اساعد بس اساعد بحدود؟ اكيد. بصي هو دي نقطه مهمه جدا دكتور احمد، هناخد المداخله وهنكمل حديثنا. مختار. اهلا يا مختار. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. دلوقتي حضرتك انت بتتكلمي في موضوع احنا بنشتري راجل، تمام،
دلوقتي حضرتك انا رحت هتأذن لوحده وكان خلالها الزواج 3 مرات وطلقت 3 مرات. اتقدمت لها يا مختار 3 مرات؟ بقول لك اتقدمت لها، هي سببها الزواج 3 مرات وطلقت 3 مرات. ورحت اتقدمت لها، فجاه ابوها اتفق معايا على الحاجات اللي ايه المطلوبه اللي احنا هنجيبها. فبصيت بقول لك هتديني الفلوس اللي احنا اتفقنا عليها ومالكش دعوه بقى، نجيب لبنتي اللي انا عايز نجيبه. اتفقنا ان احنا هنجيب ده بكذا، واتفقنا ان احنا هيجي لها هدوم بكذا. فقال لي لا اديني انت الفلوس، مالكش دعوه بقى، انا نجيب لها الحاجه اللي انا عايز اجيبها، مالكش دعوه انت بقى باي حاجه خالص، انا حر انا وبنتي. وتدينا مهله يومين بالظبط، وبعد كده نجي نقول لك خد مراتك ونكتب الكتاب. السؤال فين يا مختار؟ السؤال بتاعك فين؟ السؤال بقى بتاعي بقى، هل في واحد بقى، في واحد بيروح يجي يفتح فلوس لوحده لأهل واحدة غير هو ما يحضر مثلا يجيب الذهب، أو ما يحضرش، أو غير ما يحضر يجيب العفش؟ هو وافق؟ أنت وافقت يا مختار؟ إيه؟ مختار أنت وافقت؟ اديتهم الفلوس فعلا؟ لا أنا لسه ما وافقتش ولسه ما قررتش لحد دلوقتي. طب ما تجرب توافق وتقرر، ما تجرب إن أنت توافق وتجرب الفكرة دي، يمكن يكونوا هم هياخدوا منك القرشين ويحطوا عليهم 4 ويجيبوا لك احسن من اللي انت كنت هتجيبه. ابوها بيقول لي دلوقتي، ما هو انا يعني هناخد الفلوس دلوقتي عشان هروح نجيب لها عجله بيهم، يعني هروح نجيب لها حته جاموسه بيهم مثلا او حاجه. قلت له لا، هو الصح والمفروض ان المفروض يبقى العريس حاضر والذهب يجي ماشي، والفاتوره تطلع باسم العريس. طب وانت ايه اللي يخليك، انت ايه اللي يخليك تتجوز واحده اتجوزت قبل منك 3 مرات؟ ايوه، ايه اللي خلاك؟ ما انا اصل انا كنت متجوز قبل كده ومراتي اتوفت الله يرحمها. 3 مرات برضه؟ لا مش 3 مرات، انا اتجوزت مره ومراتي اتوفت، وبعد كده اتجوزت واحده برضه من نفس المنطقه اللي هي فيها، خدت بال حضرتك، وكانت ارمله ومعاها 3 ولاد بنات، وبعد كده بقى جبتها هي والبنات وصرفت عليها. طيب مختار اسمع، اسمع من الدكتور احمد هيرد عليك، ونشكر مداخلتك. معانا نبيله. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضلي. لو سمحت معلش انا عايزه اخد رايك بس في موضوع كده. اتفضلي حبيبتي. انا عندي 27 سنه ومخطوبه وكده يعني، بس كنت مطلقه قبل كده. تمام. طبعا المخطوبه الوحيد هو عنده 24 سنه. تمام. هو مش متجوز قبل كده، طبعا بنى عليه عيوب كتير قوي، اللي هو ايه، بخيل، اللي هو كذاب، اللي هو بوشين مثلا، وغلط بيكذب فيا انا. طبعا مش قادره اكمل في الموضوع ده وكده. سؤالك بقى، سؤالك ايه؟ اللي هو خطيبي ده دلوقتي تكملي ولا لا؟ ايوه معاكي. لا سؤالك انك انت تكملي معاه ولا لا؟ تمام. اسمعينا، طلب مني الذهب والحاجه اللي هو جايبها. طب اسمعينا، اسمعينا حبيبتي، شكرا. دكتور احمد، انا خلينا الاول مع مختار. اتفضل. عايزين نقول لمختار، اتصور ان مش من الصح ان انت تقبل على هذه الزيجه. دور على الاسباب اللي كانت ورا طلاقها مره واثنين وثلاثه. تمام. دور على موقفها من اباء الاولاد، اولادها. علاقه الاولاد بابائهم ايه من خلالها. تمام. هي حريصه على ان الاولاد يفضلوا على صله بابوهم ولا لا، سواء الاب الثاني او الثالث او الاول. يعني لازم يدرس الموضوع، لازم يدرس بشكل طبعا قوي عشان تقدر تحدد بحكمه إيه؟ عشان يقدر بالزبط. يحدد، وعشان يبقى قراره سليم. ويفضل انه طبعا وفقا للظروف الاقتصاديه والماديه انه ياخد واحده ما تكونش عندها قرطه عيال. لان ده هيبقى حمل كبير، عبء كمان طبعا، يعني عبء مادي عليه. اما بالنسبه لصديقتنا، انا اتصور ان هي قدامها خياري. يا إما إنها تبقى متفهمة إن كل راجل جواه طفل، وتبقى عاملة حسابها إن هي عندها عيل كبير في البيت، هتعرف إزاي تطبطب عليه وتتديه وتريحه وتستوعبه وتحتويه عشان تمتص غضبه وتتعايش معاه. لو مش هتقدر تعمل كده، تبقى تفك من دلوقتي، تخلص الموضوع من دلوقتي، لأنها هتتطلق تاني وهي اتطلقت قبل كده. نظرة المجتمع للمطلقة مش كويسة. هي ما كانتش مطلقة، هي مطلقة كانت مخطوبة. لا لا، قالت أنا كنت متجوزة قبل كده. تمام. كانت متجوزه قبل كده، والمره دي هي مخطوبه. وخايفه هي تقبل على الزيجه دي ولا لا. لو حاسه انك هتقدري تتعايشي مع العيوب اللي انت شايفاها موجوده وظاهره فيه وهتقدري تعالجيها، كملي. لو حاسه ان انت مش هتقدري تتعايشي مع العيوب دي، يبقى من دلوقتي
نسيب بعض بالمعروف بدل ما نسيب بعض في المحاكم وتجيلي المكتب وتعملي لي توكيل. دكتور احمد، هل الوضع الاجتماعي انه يكون بين الاسرتين متقارب ده مهم؟ ده مهم جدا. ولا فكره ان مفيش مشكله، يعني المهم ان الولد كويس وخلاص واحنا بنشتري راجل؟ لا لا لا، احنا بنشتري راجل بس من نفس مستوانا الفكري والاجتماعي، لان التكافؤ من اهم شروط الزواج في الاسلام. التكافؤ يعني كارثه اللي بيحصل دلوقتي، ان هي ممكن تتجوز واحد ما يكونش من نفس مستوى الثقافه والمستوى الاجتماعي بتاعها نعم. وترضى بيه لمجرد ان امكانياته الماديه عاليه. يعني زي ما احنا بنقول ان بيقولوا بيشتري راجل، احيانا بعض الستات او بعض الاسر بتبقى مش بتشتري راجل بقى هنا، بتبقى بتشتري العربيه والفيلا والامكانيات الماديه والحساب في البنك. صح، دفتر الشيكات. بتبقى هنا بتشتري حاجات تانية، ما بتدورش على انها معاها راجل. فلو هي اشترت ده من الاول واختارت ده، فهي خدت اللي اختارته، خدت اللي هي كانت بتخطط ليه. في ستات كتير بتفكر في الجواز وبتدور عليه عشان تجيب حد يصرف. مش مهم هتحبه، مش مهم هيطلع كويس، مش مهم هترتاح معاه، مش مهم هيحافظ عليها، مش مهم هيراعي فيها ربنا. هي مش عايزه كل ده، هي هتعرف تصرف امورها بطريقتها وهتعرف تعيش. هي عايزاه بس يصرف عليها، ينفذ لها طموحاتها واحلامها ويجيب لها البراندات اللي نفسها فيها بس. ما هو المشكله ان المفروض ان البنات يفهموا ان بعد الاشباع اللي بيحصل من الحاجات دي بتبدا تدور على الحب وعلى التفاهم، وهنا بقى بيبقى ان الاسره بتتهد بعد ما بيجي اطفال. يعني هي بتبقى فاكره، او يعني كتير من البنات بيبقوا فاكرين ان مجرد ان الزوج بقى بيجيب لي كل اللي انا عايزاه والماركات اللي انا عايزاها والالماز اللي انا عايزاه، طب ما هو بعد كده انت هترجعي لوضعك الطبيعي كانسانه ليكي قلب، عايزه تعاملي باسلوب محترم مهذب، عايزه تحسي ان انت زوجه بكيانك كست، بكيانها كست. وهنا بقى بتحصل المشكله. بتحصل المشكله والموضوع ما بين خيارين احلاهما مر. في ستات بتقرر ان هي تتخلص من الزيجه دي وتقول انا اضحي بكل حاجه، وتغور الفلوس وكتير حصل كده، العربيات وتغور كل حاجه وانقذ نفسي وانفد بحياتي وادور على حد تاني ياخدني ويستاهلني. وفي ستات بتخش في صراع من نوع جديد ما بين انها عايزه تحب وتعيش، وبينها بعد كده تاخد واحد ما يقدرش يكفلها طلباتها لانها طماعه وطلباتها كتير. فبتبقى ما بين صراع، شويه تحس انها مش عايزاه وتبدا تاخد قرار انها مش عايزاه، وبعدين تكتشف ان العربيه فيها مشكله ومحتاجه تجددها فترجع له تاني عشان تجدد العربيه، وبعدين تحس انها مش عايزاه، وبعدين تحس باحتياج مادي جديد فترجع له تاني، ويبقى بالنسبه لها الموضوع صفقه بيزنس. ما هي ما رايح جاي، ما بتبقاش سعيده يا دكتور، ما هي ولا عمرها هتبقى سعيده، ولا عمرها هتبقى عشان سعيدة. محدش بياخد كل حاجه، بالظبط محدش بياخد كل بالزبط. حاجه عايزه حب ومشاعر وعواطف وراجل يحتويكي، ده موضوع بالظبط. وما تدوريش على الفلوس. لان اللي ربنا هيرزقه بيه هو ده امكانياتك اللي تعيشي بيها. لكن عايزه واحد يصرف عليكي ويجيب لك كل اللي بتحلمي بيه ونفسك فيه، يبقى اكيد هتقدمي تنازلات، هتضحي عن حاجه قصاد حاجه. احنا انسلخنا او تهنا من اصولنا وتقاليدنا؟ احنا انسلخنا من كل حاجه، انسلخنا من الدين فضاعت معانا الاخلاق وانهارت القيم وتفتتت الاسره وتشتت المجتمع وباص كل حاجه، بقى براويزه، كل حاجه بقت ضايعه. لا فن بقى على نفس المستوى، ولا طرب على ذات القيمه الفنيه، ولا دراما ولا سينما ولا اعلام ولا صحافه ولا اصول ولا عادات ولا تقاليد، لدرجه ان احنا بدانا نفكر ازاي حتى نجدد ديننا. فبقينا بنبحث عن خطاب ديني جديد، لان بقينا حاسين ان حتى الموروثات من القيم والعادات والتقاليد العربية والإسلامية ما بقتش قادرة تجيب نتيجة مع الناس. الناس بقت وحشة قوي. يعني تهنا يا دكتور؟ احنا تايهين، ما زلنا تايهين وبنحاول نرجع ومش هنعرف. معايا مداخلة. ايوه معايا مين؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد السيد ابراهيم. اهلا يا استاذ محمد، اتفضل. انا الشرقية. اهلا وسهلا، اتفضل. انا بتكلم دلوقتي، انا مراتي قاعد في بيت بالايجار، وانا يعني هي عايزه تاخد شقه، وانا مش مقدر ان انا اخد شقه،
فقالت ان انا هساعدك يعني هدفع فلوس الشقه وانا مش راضي على نفسي. تمام. ليه مش راضي؟ الدكتور احمد بيقول ليه لك مش راضي؟ ليه مش راضي؟ انت ليه مش راضي؟ ما تخليها تساعدك. انتوا مش شركاء يعني مع بعض؟ حرام يعني حرام ولا حلال يا دكتور؟ لا مين قال انه حرام؟ مين قال انه حرام؟ بص هو للراجل ذمه ماليه مستقله وللست ذمه ماليه مستقله، المفروض ان انت ما تاخدش من فلوسها ولا تمد ايدك على فلوسها ولا تجبرها او تلزمها انها تطلع من فلوسها، لكن لو هي يا اخي بتطلع ده بطيب وبحب وبخاطر وعايزه تحط ايديها في ايديك، ما هي شريكه حياتك. خليها تطلع وقرش منك على قرش منها، وبدل ما ناخد شقه ضعيفه ناخد شقه احسن، وتطور من نفسك ومن حياتك ليك وليها ولولادك. الفلوس والشقه لا ليك ولا ليها، لولادكم في المستقبل. فهي فلوسها هتروح ليك ولولادها، وفلوسك هتروح ليها ولولادها، وانتوا فلوسكم واحد. خد الموضوع ببساطه. وبعد اذنك يا دكتور كمان، دي دليل ان هي ست لها يعني من أصيلة. معدن اصيله طبعا. وانت المفروض ان انت يعني اكيد من صوت حضرتك انك بتعاملها بمعامله حسنه، لكن ده هيزيد، وانت تقدر لما ربنا كمان يعوضها. يديك انك تعوضها طبعا. ده ست يعني نادرة أصيلة طبعا. معانا مداخلة تانية يا دكتور، معلش. يلا بينا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عرفينا بنفسك. أنا أم عبد الرحمن. أهلا يا أم عبد الرحمن، اتفضلي سؤالك. أنا بمناسبة كلامكم هنقول لكم تجربتين. اتفضلي. علي صوتها بس، علي صوتك شوية. تجربة واحدة كانت بتشتغل صحفية وبتشتغل حاجات كويسة، اتجوزت واحد وساعدته وكده وقعدت عشان تربي العيال، وبعدين ما دمرش فيه. تمام. اتجوز عليه. والتجربه الثانيه؟ والتجربه الثانيه واحده كانت متجوزه برضو واحد، والمهم ما عجبتش حماتها فراحت كرشته وكرشت جوزها، فراحوا عاشوا عند اهلها. فضلوا بقى ايه يعني اهلها دول قالوا ده زي ابنها وبتاع، فضل عايش عندهم 12 وبعد بعد 12 سنة عارفة اتجوز طريقة أخوها، أخو مراد. سؤالك إيه بقى يا أم عبد الرحمن؟ سؤال إن الرجالة يعني معلش مش كلهم بس ما عندهمش فلوس. طيب تمام. تمام شكرا يا حبيبتي. عندها موضوعين. التجربة الأولى تجربة الراجل اللي مراته كافحت ووقفت جنبه في بداية حياته ودقت معاه المر، ولما كبر واقتدر وبقى قادر أول حاجة عملها اتجوز عليها. تمام. هو يمكن يكون ناكر للجميل، لكن جوازه عليها مش حرام ولا عيب فيها. التعدد حلال والتعدد شرع ربنا. خدي بالك الموضوع في التعدد ده مشكلة مجتمعية وأفكار وثقافة مجتمع، لكن ملوش علاقة بالدين. ولا في اسباب زي ما بعض الناس يقول لك لازم يكون عندها اسباب مريضه ما بتخلفش عشان تتجوز على الكلام ده، مش من الاسلام ولا من الدين، لان الاصل في الاسلام التعدد. الاصل ان الراجل يتجوز اثنين وثلاثه واربعه، وانك تاخد واحده ده استثناء من الاصل. احنا للاسف بقينا بناخد الاستثناء لانه ارخص وايسر، لكن الافضل التعدد. النبي قال تناكحوا وتناسلوا فاني مباهم بكم الامم. فمساله انه يتجوز عليها ده مش معناه ان هو خاين وغدار ووحش، دي مسألة تانية ملهاش علاقة. لكن كونه ناكر للجميل ما قدرش ده، فرط فيها رماها، ده طبعا خلل وعيب، وده نقدر نقول عليه من الصنف اللي احنا بنرفضه وبنكرهه. أما بالنسبة لتجربة الشخص التاني اللي حصل معاه كده، ربما الظروف المادية في الأول اللي خلت أهله طردوه قبل ما يطردوا مراته، وده طبعا نتيجة إن هم أهلها غلطانين إنه وافقوا إنه يتجوز في بيت أهله، عشان أهله يوم ما يكرشوه يكرشوهم الاتنين. أما كونه اتجوز بقى طليقة أخوها فده نتيجة أكيد في خلل في الأسرة. وليه يا دكتور في تعليق خلل. في الجزئيات دي أنا دايما بقول الراجل إزاي هيكون راجل وأهله بيتحكموا في أكله وشربه؟ صعبة دي. صعبة. يعني في نقط، ويمكن يبقى لينا حلقات بعد كده ندخل في موضوعات زي بيحصل. ده بيحصل وبيخرب البيوت، بس لسبب، لأن شيء طبيعي أنت حياتك من عندهم. صح. لا هو المشكله الام هنا متحكمه والاب متحكم في قراراتك وفي افعالك، لان هم اللي بيصرفوا عليك. بالظبط. ما هو الموضوع بيبقى حاجه من لغوك اتنين. حاجه من اتنين. يا اما ان هو ضعيف الشخصيه وطول عمره امه مسيطره عليه وهي اللي بتحركه. تمام. وده ممكن يكون ملوش علاقه خالص بان هم بيصرفوا، يكون هو بيشتغل كويس وبيكسب كويس ومرتاح ماديا، بس متعود دايما ان امه تقول له تعمل ايه
وبيحكي حاجه كل حاجه لامه، بيسموه في المجتمع عندنا بنمه. اه فبنمه ده بيبقى بيقول لها كل حاجه، وهي اللي بتتخذ قراراتها في شؤونه وقراراته، وهي اللي بتقول له يعمل ايه وتوجهه، لانه بيحكي لها كل حاجه. ده مشكله نفسيه واجتماعيه عنده، هو نقدر نوجهه تمام ونعرفه ازاي ما يعملش كده، ونطلع امه من العلاقه بينه وبين مراته عشان تستمر الاسره. انما التاني مش بس ضعيف الشخصيه، ده ضعيف الشخصيه وضعيف القدره الماليه، وهو اصلا يعني ما زال عاله على اسرته اللي لسه بيصرفوا عليه لحد دلوقتي، هو ومراته بالنسبه لهم مجرد يعني حاجه موجوده احنا بنربيها وبنتحمل مسؤوليتها، وده للاسف ما بيقدرش انه يعني يحافظ على كيانه كراجل ويطالب بتنفيذ كلمته او يبقى له دور في الاسره، لان هو اصلا ملوش كلمه، هو اصلا يعني عاله بينفق عليه، واللي بيصرف هو اللي بيبقى له صاحب. دكتور احمد، في بنات وصلوا لسن معين فوق ال 35 سنه، نعم، كل حلمهم في الدنيا ان هم يجيبوا طفل. صحيح. فبقى كلمه احنا بنشتري راجل لتحقيق الغرض، ودي على فكره فئه كبيره جدا موجوده للأسف مؤخرا. انا عارف حالات كمان وفعلا تتجوز بس مش لهدف تكوين الاسره، هي بس انها تجيب بيبي وبعد كده بقى يكمل ما يكملش، هو ما يكملش حر. والله طلع كويس هكمل معاك، ما طلعتش كويس يلا باي باي، ما انا هاخد الطفل اربيه ويعيش معايا وخلاص. حضرتك تقول ايه للظاهره دي؟ خطورتها في المجتمع عامله ازاي؟ طيب خلينا بس الاول نقول ان الموضوع ما وصلش لدرجه الظاهره، لان ظاهره معناها ان الموضوع تفشى داخل المجتمع واصبح بشكل خطوره، وتحتاج تدخل تشريعي من الدوله لمواجهه الظاهره. تمام. لكن هو الموضوع لم يرقى الى مستوى الظاهره، لكنه موجود، شيء موجود. أوه. وانا شفت حالات مش بنسبه قليله وبنسبه كبيره. أوه. كتير جدا، مش بس على فكره السن اللي هي زي ما بيقولوا وفاتها سن الزواج، لكن او تاخرت في الزواج، المتاخرات في الزواج، ما بحبش نقول الكلمه الثانيه يعني، بيفكروا كده فعلا، وبتفكر انها ازاي انها تتجوز واحد، وحتى اصحابها يقولوا لها مش مهم امكانياته ايه، انت عندك كل حاجه، انت مش محتاجه منه حاجه، بس اتجوزيه لحد لما تجيبي طفل، تجيبي طفل وبعد كده تتخلص منه وتتخلى عنه، لانه ملوش دور في حياتها. خطوره الامر ده على المجتمع ازاي؟ خطوره الامر ده انه بيزود عندنا نسبه عدد المطلقات في المجتمع المصري. خطوره الامر ده انه بيزود عدد الاطفال اللي بيصابوا بمخاطر وامراض نفسيه نتيجه عدم وجود اسره متكامله. بنحكم عليهم بالاعدام من قبل ما يكون لهم حياه. اكيد. كمان خطورته على مستقبل الطفل ووضعه الفكري والاجتماعي داخل المجتمع، وضعه النفسي. خطورة على الراجل اللي وثق في ست وأسرة وبنى حياة، وبعدين فجأة لقى نفسه بقى في الشارع، لأن دلوقتي المشكلة أن انت عارفة خلول الأحوال الشخصية في غالبه الغرض منه مناصفة المرأة ونصرتها على اعتبارها هي الطرف الضعيف في هذه العلاقة، وبالتالي بنجد أن هي كزوجة هتاخد الشقة لأنها حاضر، وهتاخد العفش لانه ملوش علاقه بالجواز، ده قايمه منقولات، وهتاخد نص مرتبه نفقه للطفل اللي هي بتحضنه، وممكن تكون شايله كل حاجه لمجرد تكون شايلة تحقيق كل حاجة. الهدف يعني بالظبط كده. وده فكر خطير جدا، ده فكر بيترتب عليه حاجه مهمه جدا الناس مش فاهماها، وهو ان الزواج ده حرام، لان الاصل في الزواج التأبيد، عقد الزواج عقد. أيوة. مؤبد. أيوة. عقد يفترض فيه انه مدى الحياه، اذا طارئ أثناء مسيرة الحياة حالة دون استمرار هذه الزيجة، ده قضاء ربنا، ده نصيب. لكن أنا متجوزها من الأول وأنا عامل حسابي أن أنا شهرين وطلقها، أو هي متجوزة من الأول ويعمل حسابها أنها سنة تخلف منه وترميه، ده معناه أن الجواز محدد المدة ومشروط بشرط، معلق على شرط واقف، إذا تحقق الشرط انتهى الموضوع، ما تحققش الشرط نديله فرصة تانية. طب في حاجة برضه يا دكتور، دايماً النية نفسها، عقد النية في تكوين أسرة، هنا بتيجي البركة نفسها من الأسرة دي. نعم. لو أنا من البداية ببدأ حياتي وأنا عندي النية أن أعمل أسرة ويبقى لي زوج ويبقى لي أولاد وأبقى زوجة وأم وأبقى سعيدة في حياتي، أعتقد أن في بركة حتى بتتحط في الحياة دي. لكن لما يكون المبدأ من الأساس بالنماذج اللي اتكلمنا عليها، سواء من الراجل ولا من الست، الراجل أنه يروح يدور على ست متريشة علشان ده الهدف الأساسي من الجواز منها، والنية التانية من الست أنها عايزة راجل تقول له روح وتعالى وتبقى هي اللي بتصرف عليه لمجرد فيه. وتتحكم عليه، وهو ده اللي راجل أو لهدف طفل. النية دي بدل بالشكل ده
عمر ما هيبقى فيه بركه في الحياه، وعمر الحياه دي ما هتكون ابدا ماشيه بحكمه ربنا اللي خلقنا في الدنيا ليها. ولا راي حضرتك ايه؟ وطبعا انا متفق مع حضرتك جدا في الطرح ده، لان مساله ان يكون الجواز منذ البدايه ما فيش نيه الاستقرار ولا نيه الاستمرار، وان الهدف منه تحقيق مصلحه، للاسف ده بقى موجود. الجواز بقى جانب كبير منه هو تحقيق مصلحه، بل ان في بعض الاسر بقى الجواز بالنسبه لهم بيزنس، صفقه. ايوه، تجيب عريس تستنزفه ماديا وتاخد اللي وراه واللي قدامه وتسيبه، وبعدين تاخد غيره تقلبه وتسيبه وتاخد غيره. فالمساله ما بقتش. دكتور احمد، يعني احنا محتاجين اكتر من لقاء، لان الكلام معاك بجد مثمر. ربنا يخليك. وحضرتك شرفتنا النهارده في ساعه مع نبال. شاكر جدا. وبشكرك جدا. شكرا لك. في ختام ساعه مع نبال واحنا بنشتري راجل، بجد انا في حيره، مش عارفة إذا كان اللوم ده أوجهه لمين؟ أوجهه للأسرة ولا أوجهه لمين؟ إيه اللي خلى فكرنا بالشكل ده؟ إيه اللي خلانا يعني نتوه عن أصولنا وعاداتنا وتقاليدنا؟ إيه اللي خلى الولاد ولادنا يطلعوا بالفكر اللي عايز يتجوز جوازة سهلة، واللي عايزة تجيب طفل عشان تحقق حاجة فيها أنانية، إنها تبقى أم، لكن مش مشكلة إن حياة الطفل ده يتحكم عليها بالإعدام من قبل ما تبقى في الحياة. السؤال ليكم، لازم فعلا نعرف نشتري راجل. راجل، في فرق كبير بين كلمة راجل وبين كلمة ذكر. الرجولة معنى تاني خالص. ازرعوا في ولادكم تحمل المسؤولية، ازرعوا فيهم معنى الرجولة الحقيقي. ما تدهمش كل حاجة بالساهل. كل حاجة بتحصل في المجتمع احنا مسؤولين عنها. السؤال ليكم، هتعرفوا ازاي تشتروا راجل؟ دعوة للحياة في ساعة مع نبال.